السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكوفر اكتشف الترم الثاني KG1، ودي الحلقة نمبر 8 او رقم 8، وكنا بنشرح مع بعض شابتر 3 او الفصل الثالث، Where can I buy او من اين يمكنني ان اشتري، أين يمكنني أن أشتري، وده بيكلمنا طبعا عن الأماكن اللي احنا بنشتري منها الجودز المختلفة أو البضائع المختلفة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 42 أو صفحة 42، والنهاردة هنبتدي نشرح page 43 أو صفحة 43، وعنوانها jobs. الوظائف are important هي هامة، الوظائف الهامة، الوظائف، أهمية الوظائف المختلفة طبعا في المتاجر المختلفة وفي الأماكن اللي احنا بنشتري منها البضائع. فبيورينا هنا يا أصحابي كل وظيفة ممكن تكون مهمة جدا بس احنا مش واخدين بالنا منها. فjobs يعني الوظائف are important هامة، هي هامة، الوظائف كلها مهمة وإلا ما كانتش هتبقى موجودة. فأول حاجة بيقول لنا هنا circle يعني ضع دائرة حول the goods البضائع that would go away اللي ممكن تختفي، ممكن تنتهي طبعا. if we didn't يعني لو احنا didn't have، لم يكن لدينا a butcher جزار، لو احنا ما عندناش جزار في الكوميونيتي بتاعنا او في المجتمع بتاعنا او في الدنيا بتاعتنا بصفة عامة، في بضائع مش هتبقى موجودة اصلا. احنا المفروض البضائع اللي ممكن تختفي لو احنا ما عندناش بوتشر ده نعمل حواليها سيركل. فتعالوا نشوف ايه البضائع اللي ممكن تختفي من الكوميونيتي بتاعنا، ونشوف البضائع اللي فيها اللي ممكن تختفي لو احنا ما عندناش بوتشر او if we didn't have a butcher. طبعا في عندنا هنا مجموعة حاجات زي ما احنا شايفين قدامنا، في fruits و vegetables، وفي جوس طبعا او عصائر موجودة في التلاجة، وفي كلوزس او ملابس، وفي طبعا مجموعة ادوات رياضية، وفي فرنيتشر او اساس، وفي هنا هوت منتجات لحوم واسماك ومجمدات. فعندنا هنا في لحوم في اطباق اهي موجودة، وفي لحوم مفرومة كمان. المفروض الحاجات دي كانت هتبقى موجودة لو احنا ما عندناش بوتشر، شاطرين مش هتبقى موجودة. فهنعمل حواليها سيركل حوالين الأطباق اللي فيها لحوم دي، وبالتالي نبقى حددنا الحاجات اللي مش هتبقى موجودة أو will go away لو احنا ما عندناش، أو if we didn't have a butcher لو احنا ما عندناش بوتشر أو جزار في الدنيا بتاعتنا البضائع دي هتختفي. طب هو بيقول لنا كمان draw ارسم a box صندوق around the goods حول البضائع that would go away اللي ممكن ان هي تختفي if we didn't have a seamstress لو احنا ما عندناش seamstress او خياطة. تعالوا نشوف كده الجودز اللي ممكن تبقى تختفي او go away لو احنا او if we didn't have a seamstress او لو احنا ما عندناش خياطة. طبعا هنروح على الكلوزس على طول، لان السيمسترس بتصنع ايه؟ تصنع الكلوزس اللي احنا بنلبسها. فطبعا اول حاجة الدريسز دي او الفساتين دي مش هتبقى موجودة لو احنا ما عندناش سيمسترس. طب والهدوم والملابس والكلوز الموجودة على الشيلفز دي او على الرفوف دي كانت هتبقى موجودة لو احنا ما عندناش سيمسترس يا اصحابي؟ طبعا لا. طب والسوتس او البدل دي كانت هتبقى موجودة لو احنا ما عندناش سيمسترس يا اصحابي؟ شاطرين برضو البدل دي ما كانتش هتبقى موجودة لو احنا ما عندناش سيمسترس. نعمل بوكس حوالين الدريسز، ونعمل بوكس حوالين الملابس الموجودة على الرفوف، ونعمل بوكس كمان حوالين السوتس او البدل دي، لان دي goods او بضائع ما كانتش هتبقى موجودة او will go away if we didn't have a seamstress او لو احنا ما عندناش seamstress او خياطة. طب اخر حاجة بيقول لنا هنا يا اصحابي
make an X ارسم علامة غلط او اعمل علامة X through خلال او على the goods البضائع that would go away اللي ممكن ان تختفي ممكن ان تذهب if we didn't have carpenter لو احنا ما عندناش carpenter او نجار فطبعا هنروح على الفرنيتشر على طول او على الاساس على طول فعندنا هنا في الفرنيتشر التيبل الصغيرة دي كانت هتبقى موجودة لو احنا ما عندناش carpenter يا اصحابي شاطرين ما كانتش هتبقى موجودة فنعمل عليها علامة X والتشير الجميل الكبير ده كان هيبقى موجود لو احنا ما عندناش كاربنتر في الدنيا بتاعتنا طبعا لا فهنعمل عليه علامة X والبيد الكبير الجميل ده كان هيبقى موجود لو احنا ما عندناش كاربنتر يا اصحابي شاطرين لا فهنعمل عليه كمان هو علامة X وحتى الدولاب الجميل ده او الكلوست الجميل ده كان هيبقى موجود لو احنا ما عندناش كاربنتر في المجتمع بتاعنا شاطرين ما كانش هيبقى موجود برضو فنعمل عليه علامة X او علامة غلط وبكده احنا حددنا الجودز او البضائع that would go away اللي ممكن ان تذهب وتختفي if we didn't have a carpenter او لو احنا ما عندناش carpenter او نجار في الدنيا بتاعتنا وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 44 أو صفحة 44 وعنوانها What does it cost? What does it cost? ماذا تكلف؟ تمنها كام؟ هو بيكلمنا هنا طبعا على الجودز المختلفة بيكلمنا عن تكلفتها أو تمنها فهنا بيقول لنا هي تمن البضاعة دي ايه؟ تمن الحاجة دي ايه؟ فكوست طبعا يا أصحابي يعني تكلفة أو تكلف What does it cost? يعني ماذا تكلف؟ تمنها كام؟ فبيقول لنا هنا circle يعني ضع دائرة حول two goods بضاعتين نوعين من البضائع combine يعني اجمع the numbers الارقام to tell how much لتخبر how much كم ثمن money how much money كم ثمنها بالفلوس how much money لتخبر كم ثمنها بالمال you need to buy اللي انت محتاجه علشان تشتري both goods كلا البضاعتين يعني البضاعتين مع بعض فانت هتشوف هتجمع رقمين مع بعض وهتقول لنا انت محتاج كام علشان تشتري البضاعتين دول write how many pounds اكتب عدد الجنيهات you need on the line below اللي انت هتحتاجه على السطر الموجود اسفل الصورة فاحنا هنا يا اصحابي المفروض هنختار two goods او بضاعتين ونعمل حواليهم سيركل او دائرة وبعدين نجمع السعر بتاعهم مع بعض علشان نعرف احنا محتاجين كام علشان نقدر نشتريهم مع بعض فعندنا هنا في جوس ثمنه 3 pounds في عندنا هنا كاندي او حلوة ثمنها 1 pound في عندنا هنا ان ابل او تفاحة ثمنها 2 pounds وفي عندنا كمان بريد او خبز ثمنه 5 pounds فطبعا كل واحد فيكو هيختار التو جودز او البضاعتين اللي هو شايفهم ممكن يعجبوه وهيعمل حواليهم سيركل او دايرة وبعدين هيجمعهم على بعض ويكتب هاو ميني باوندز او كم عدد الجنيهات اللي هو يحتاجه طبعا علشان يشتري البضاعتين دول مع بعض بالنسبة لي انا ممكن اشتري الجوس او العصير ده واشتري كمان الابل او التفاحة دي فالعصير او الجوس ب 3 pounds والابل تمنها 2 pounds يعني 3 plus 2 يعني مثلا هيساوي equal 5 او 5 جنيهات فهكتب هنا 5 وهي مكتوب هنا جنبها pounds او جنيه 5 جنيهات وانا طالب منكم يا اصحابي ان انتوا تعملوا البيج دي homework بالنسبة لكم او واجب كل واحد فيكم هيختار 2 goods اللي هو عايزهم وهيكتب الرقم بتاع الجنيهات بتاعهم اسفل الصورة وعايزكم تبعتولي في التعليقات اسمكم وتبعتولي كمان البضاعتين اللي انتوا اشتريتوهم دول بكام وانا المرة الجاية ان شاء الله هقول اسماء الشاطرين الحلوين اللي بيتابعوا معانا دروسنا اول باول مع بعض ان شاء الله ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 45 او صفحة 45 وعنوانها When I grow up يعني عندما
أنا أكبر. grow up يعني يكبر. when I grow up يعني عندما أنا أكبر. لما أنا أكبر هعمل إيه؟ هشتغل إيه؟ هأصبح إيه؟ فأنا بيقول لنا draw. draw يعني ارسم. a picture صورة. of yourself yourself لنفسك. doing a job. doing تفعل a job وظيفة. when you grow up when you grow up عندما أنت تكبر. فطبعا هنا أصحابي برضو كل واحد فينا هيرسم صورة لنفسه وهو بيعمل الوظيفة اللي هو حابب يشتغلها لما يكبر ويوضح في الصورة دي طبعا هو شغال ايه. وده برضو هومورك بالنسبة لكم. كل واحد فيكم عايزه يرسم الصورة اللي هو حابب يشتغلها. ممكن واحد يبقى عايز يبقى طبيب. ممكن واحد يبقى حابب ان هو يبقى مهندس. ممكن واحد يبقى حابب ان هو يبقى طيار. ممكن واحد يبقى حابب ان هو يبقى حاجة تانية. فكل واحد فيكم ممكن يرسم الصورة اللي هو حابب يكون عليها ايه. وياريت تبعتولي في التعليقات اسمكو واسم الوظيفة اللي انتوا حابين لما تطلعوا تكبروا تشتغلوها. وانا ان شاء الله هقول برضو اسمائكم والوظائف الجميلة بتاعتكو في الدروس الجاية مع بعض ان شاء الله. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 46 او صفحة 46 وعنوانها my plan. my plan يعني خطتي. my plan يعني الخطة بتاعتي. وهنا بيقول لنا in the triangle. in the triangle او في المثلث. draw something. draw something ارسم شيء ما. you want to spend money on. you want to spend money on يعني ان انت عاوز تصرف فلوسك وتشتري في حاجة معينة. انت عايز تصرف فلوسك دلوقتي وتشتريها حاجة معينة انت محتاجها ومعاك الفلوس اللي تقدر تشتريها بيها. ففي التراي انجل هترسم الحاجة دي اللي انت هتشتريها دلوقتي بالفلوس اللي معاك. وفي السطر التاني بيقول لنا اصحابي in the circle في الدائرة. draw something ارسم شيء ما. you will save. you will save انت سوف تدخر. save يعني يدخر يعني يحوش. money الفلوس. to buy later. to buy later علشان تشتري later later بعد ذلك بعد كده. يبقى انت هتحتاج تحوش عشان تشتري الحاجة دي. هتحتاج تعمل عملية saving او ادخار علشان تشتري الحاجة دي. ففي السيركل او في الدايرة انت هترسم الحاجة اللي انت ممكن تعمل عملية saving او ادخار علشان تقدر تشتريها بعد كده او later. واخر حاجة بيقول لنا in the triangle. in the triangle او في المستطيل. draw ارسم who you would share. who you would share. who you would share يعني من. هو طبعا للسؤال عن الاشخاص. هو يعني من. الذي. you would share your money with اللي انت ممكن تقدر تشارك فلوسك معاه. هترسم شخص انت تقدر تشارك الفلوس بتاعتك معاه. ممكن يكون اخوك. ممكن يكون ماما او بابا. ممكن يكون your friend او صديقك. المهم انت هترسم شخص في التراي انجل. الشخص ده انت ممكن تشارك معاه الفلوس بتاعتك او تعمل معاه شير للفلوس بتاعتك. وطبعا الكلمات الجديدة في البيج دي هي my plan. plan يعني خطة. spend. spend يعني ينفق يعني يصرف. و save. save يعني يدخر او يحوش. وshare. share يعني يشارك. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معها درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.